مثل ما تشوفون هاي سنتين متروكة شوف عبارة عن صحراء صارت، يعني لو تيجي بسنين الفاتت تيجي هاي كلها خضرة، عينك ما يشوف غير الخضرة. هسه لا اختلف الوضع، والعام زرعنا خسرنا مبالغ مادية كثيرة كثيرة، وما ما ما صرنا نخاف من نزرع من لأن نخاف من نخسر عليه وماكو أمطار. الصبار ما مزروعه بالعراق اصلا، قال لك هاي تقنيك عن اول شيء المياه ما يحتاج مياه هوايه للزرع ماله، ثاني شيء يقل لك من قيمه العلف، تقدر بيه تعلف الغنم الطليان البقر. هذا يساعدني من انطي مثلا باليوم 3 مرات اذا انطي حنطه وشعير للعلف، لا انطي مرتين ومرتين مره صبار. هم طشينا القيعان وخسرنا العلم، اول شيء البزر والسماد والكراب هذا كله عن جهد ذاتي اشتريناه، وجفاف جاء عليه ما جاب النتائج. احنا هنا منطقه العلم ديمي، يعني اعتمادنا على امطار، جاء مطر هذا حلال نعاش، ما جاء مطر حلال نفطس من الجوع ونبيعه. وثاني شيء هسه هذا يعني ارخص نعاش، عارف انت بيدك تزرعه وتحرس عليها وتكثره وتسوي مشاتل اكبر من هذا وتبيع تنطي لغيرك مستفيد اكثر. سنة خير مقارنة بالسنوات التي لحقتها، حيث كان تقريبا تسويق محافظة نينوى من الحنطة بحدود 1 مليون طن من الحنطة، في حين ان سنة 2020-21 وصل الى 89 ألف طن، فالرقم هو رقم كبير جدا. طبعا اكيد هنالك خسائر للفلاحين والمزارعين، لانه العام الماضي كثير من الفلاحين قاموا بعملية الزراعة والبذار ولكن لم يحصل عملية الإنبات، فخسروا بذورهم وخسروا اقتصاديا أيضا نتيجة السماد وعمليات الحراثة والبذار التي تمت. لما مرينا به العام السابق كثير من عندنا احنا كفلاحين في سهل نينوى تم زراعة حاليا زارعين 50%، إذا تم سقوط الأمطار أكو قسم من الفلاحين راح يستكملون الأراضي مالتهم إلى 100%، وأكو قسم من الفلاحين لا عزفوا عن الزراعة ولكن تم إعطاء أراضيهم لمزارعين آخرين استغلوها وتم زراعة 25 أو 50% من عندها.